الإنسان مهما كان قوي ووثق من نفسه، هو من جواه هشة جدا، روحه بتتأثر من الكلمة. أصل الكلمة سلاح أشد من الرصاص، وإحنا للأسف مش بناخد بالنا من كلامنا، خاصة إن الموضوع بقى سهل وبيتعمل بضغطة زرار. لكن هو إيه اللي مطلوب مننا يا جماعة علشان نساعد بعض ونراعي بعض؟ تعالوا نسمع الرسالة. السلام عليكم استاذ محمد. انا بيقولوا عليا اني دبش، برمي الكلمه بكل صراحه من غير ما اكملها ولا افكر فيها. بصراحه انا شايف نفسي اني مش دبش ولا حاجه، ولا الكلام اللي بيقولوا عليا ده. انا شايف نفسي صريح وبقول اللي في نفسي من غير كذب ولا لوعه. اصل يعني لو واحد لابس حاجه يعني وحشه اقول له حلوه دي، يعني ده اسمه حتى نفاق، مش كده ولا ايه يا استاذ محمد؟ خليني في البدايه اقول لك كام جمله وقول لي وقعهم على نفسك هيبقى عامل ازاي. القميص اللي انت لابسه ده شكله حلو قوي، الفستان ده جميل جدا، شكلك حلو قوي النهارده، انت ان شاء الله هتنجح، ان شاء الله ربنا هيرزقك، انت شاطر، هديتك جميله قوي وانا كنت محتاجها. كل الاراء دي والكلمات الجميله دي مش نفاق ابدا. فرق كبير بين النفاق وجبر الخواطر. جبر الخواطر عباده وصانا بيها ربنا، مش بتحتاج مجهود، مجموعة كلمات بتخرج في ثواني من اللسان، لكن وقعها وأثرها كبير جدا على النفس والروح. أعرف واحد كان مقدم في وظيفتين، في الأولى راح يشترى بدلة جديدة وبقى على سنجة 10 ودخل الانترفيو، وقبل ما يدخل واحد قال له أنت إيه اللي جابك يا عم؟ كده كده هتسقط، أنت شايف الأشكال هنا عاملة إزاي؟ ومع إنه شاطر ومجتهد لكنه دخل جوه متوتر، عرق وتلخبط ونسي كل حاجة، للأسف معرفش يجاوب وسقط. في المرة التانية حلف ما هو لابس حاجة جديدة ولبس بدلة عادية من بتوعه ومهتمش قوي يعني، وخرج، وقبل ما يدخل طلب كوباية شاي من البوفيه. العامل جاب له كوباية الشاي وقال له وهو بيقدمها له إيه الشياكة والحلاوة دي؟ إن شاء الله هتنجح. النهاردة هو مدير المشروعات في الشركة دي، بعد ما دخل الانترفيو ونجح بسبب ثقة، بسبب كلمة خدها من لسان عامل جبر بخاطره. الروح بتتغذى على جبر الخواطر، بكلمة واحدة ممكن تطلع على قدامك لسابع سماء، وبكلمة برضو ممكن تنزله لسابع أرض. الموضوع مش مكلف ولا محتاج مجهود ولا سفر ولا أي حاجة، الموضوع عبارة عن كلمة تراضي بيها نفس. إنسان محتاج يتشعلق في طرف أمل، حتى لو الأمل ده كان كلمة منك، ما تبقاش بخيل. وطالما الموضوع في إيدينا، يبقى البسمة في وشوش الناس والكلمة الطيبة لازم تبقى دستور، طالما كلنا محتاجين لها علشان ناخد خطوة لقدام. في ناس كلمة ممكن تغيرهم، تديها أمل، تتشعلق فيها، تغير شخصيتها، تحسسها إن المشقة سهلة والحجر بيلين. كلمة، مجرد كلمة بسيطة، ممكن ياخدوا منها طاقة ملهاش حدود. في ناس بتتشعبط في الكلمة يا إخوانا، وشكلهم بيتغير وبيصغروا في السن، والنشاط بيملاهم وممكن ياكلوا الزلط من كلمة. في ناس الكلمة بترجعهم من الموت وهم لسه بيتنفسوا، وفي ناس شكلها بيتغير حرفيا وبيحلووا من كلمة، بيسخوا في نفسهم من كلمة، يملاهم التحدي ويعملوا كل حاجة في الدنيا من كلمة. وفي ناس برضو بتنطفي من كلمة، بتدبل من كلمة، تكتئب من كلمة، وتفقد الثقة في نفسها ويتمنوا الموت، وشكلهم يوحش ويبان عليهم العجز والتعب، وروحهم تعيش في غربة من كلمة. الكلمة مفعولها زي السحر، سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومش هتاخد منك ثواني. فبالله عليكم ما تبقوش بخلة، ده جبر الخواطر على الله، والكلمة الحلوة بتصنع المعجزات وبتفتح الأبواب المقفولة وبتهون علينا الوجع. جبر الخواطر علاج رباني، لا هو بفلوس ولا بيتباع في صيدليات، والروشتة سهلة جدا كاتبها الرحمن جل شأنه. إلى اللقاء.